أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من لا يصفه نعت الواصفين، ويا من لا يجاوزه رجاء الراجين، ويا من لا يضيع لديه أجر المحسنين، ويا من هو منتهى خوف العابدين، ويا من هو غاية خشية المتقين. هذا مقام من تداولت أيد الذنوب وقالته أزمة الخطايا واستحوذ عليه الشيطان فقصر عما أمرت به تفريطا وتعاطى ما نهيت عنه تعزيزا كالجاهل بقدرتك عليه أو كالمنكر فضل إحسانك إليه حتى إذا انفتح له بصر الهدى وتقشعت عنه سحائب العمى أحصى ما ظلم به نفسا وفكر فيما خالف به ربا فرأى كبير عصيانه كبيرا وجليل مخالفته جليلا فأقبل نحوك مؤملا لك مستحيا منك ووجه رغبته إليك واثقا بك فأمك بطمعه يقينا وقصدك بخوفه إخلاصا قد خلا طمعه من كل مطموع فيه غيرك وأفرخ روعه من كل محذور منه سواك فمثلا بين يديك متضرعا وغمض بصره إلى الأرض متخشعا وطأطأ رأسه لعزتك متذللا وأبثك من سره ما أنت أعلم به منه خضوعا وعدد من ذنوبه ما أنت أحصى لها خشوعا واستغاث بك من عظيم ما وقع به من علمك وقبيح ما فضحه في حكمك من ذنوب أدبرت لذتها فذهبت وأقامت تبعاتها فلزمت لا ينكر يا إلهي عدلك إن عاقبت ولا يستعظم عفوك إن عفوت عنه ورحمت لأنك الرب الكريم الذي لا يتعاظمه غفران الذنب العظيم اللهم فها أنا ذا قد جئت مطيعا لأمرك فيما أمرت به من الدعاء
متنجزا وعدك فيما وعدت به من الإجابة، إذ تقول ادعوني أستجب لكم. اللهم فصل على محمد وآله، وألحقني بمغفرتك كما لحقتك بإقراري، وارفعني عن مصارع الذنوب كما وضعت لك نفسي، واسترني بسترك كما تأنيتني عن الانتقام مني. اللهم وثبت في طاعتك نيتي، وأحكم في عبادتك بصيرتي، ووفقني من الأعمال لما تغسل به دنس الخطايا عني، وتوفني على ملتك وملة نبيك محمد عليه السلام إذا توفيتني. اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها وبواطني سيئاتي وظواهرها وسوالف زلاتي وحوادثها توبة من لا يحدث نفسه بمعصية ولا يضمر أن يعود في خطيئة. وقل قلت يا إلهي في محكم كتابك إنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات وتحب التوابين، فاقبل توبتي كما وعدت، واعف عن سيئاتي كما ضمنت، وأوجب لي محبتك كما شرعت. ولك يا ربي شرطي ألا أعود في مكروهك، وضماني ألا أرجع في مذمومك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك. اللهم إنك أعلم بما عملت، فاغفر لي ما عليت، واصرفني بقدرتك إلى ما أحببت. اللهم وعلي تبعات قد حفظتهن، وتبعات قد نسيتهن، وكلهن بعينك التي لا تنام، وعلمك الذي لا ينسى، فعوض منها أهلها، واحطط عني وزرها، وخفف عني ثقلها، واعصمني من أن أقارف مثلها. يا ربي يا ربي يا رب. اللهم وإنه لا وفاء لي بالتوبة إلا بمعصيتك، ولا استمساك بي عن الخطايا إلا عن قوتك، فقوني بقوة كافية، وتولني بعصمة مانعة. اللهم أيما عبد تاب إليك
وهو في علم الغيب عندك فاسخ لتوبته وعائد في ذنبه وخطيئته، فإني أعوذ بك أن أكون كذلك، فاجعل توبتي هذه توبة لا أحتاج بعدها إلى توبة، توبة موجبة لمحو ما سلف والسلامة فيما بقي. اللهم إني أعتذر إليك من جهلي وأستوئبك سوء فعلي، فاضممني إلى كنفي رحمتك تطولا، واسترني بستر عافيتك تفضلا. اللهم وإني أتوب إليك من كل ما خالف إرادتك أو زال عن محبتك من خطرات قلبي ولحظات عيني وحكايات لساني، توبة تسلم بها كل جارحة على حيالها من تبعاتك، وتأمن ممن يخاف المعتدون من ألم سطواتك. اللهم فارحم وحدتي بين يديك ووجيب قلبي من خشيتك واضطراب أركاني من هيبتك، فقد أقامتني يا ربي ذنوبي مقام الخزي بفنائك، فإن سكت لم ينطق عني أحد، وإن شفعت فليست لست بأهل الشفاعة. اللهم صل على محمد وآله وشفع في خطايا يا كرمك، وعد على سيئاتي بعفوك، ولا تجزني جزائي من عقوبتك، وابسط علي طولك وجلل لي بسترك، وافعل بي فعل عزيز تضرع إلي عبد ذليل فرحما، أو غني تعرض له عبد فقير فنعشى. اللهم لا خفير لي منك فليغفرني عزك، ولا شفيع لي إليك فليشفع لي فضلك، وقد أوجلتني خطاياي فليؤمني عفوك، فما كل ما نطقت به عن جهل مني بسوء أو أثر ولا نسيان لما سبق من ذميمي فعلي، لكن لتسمع سماؤك ومن فيها وأرضك ومن عليها ما أظهرت لك من الندم ولجأت إليك فيه من التوبة، فلعلك بعضهم برحمتك يرحمني لسوء موقفي، أو تدركه الرقة علي لسوء حالي فينالني منه بدعوى هي أسمع لديك من دعائي أو شفاعة أو كد عندك من شفاعتي تكون بها نجاتي من غضبك وفوزتي برضاك.
اللهم إن يكن الندم توبة إليك فأنا أندم النادمين، وإن يكن الترك لمعصيتك إنابة فأنا أول المنيبين، وإن يكن الاستغفار حطة للذنوب فإني لك من المستغفرين. اللهم فكما أمرت بالتوبة وضمنت القبول وحثثت على الدعاء ووعدت الإجابة، فصل على محمد وآل محمد واقبل توبتي ولا ترجعني مرجع الخيبة من رحمتك، إنك أنت التواب على المذنبين والرحيم للخاطئين المذنبين. اللهم صل على محمد وآله كما خليتنا به، وصل على محمد وآله كما استنقذتنا به، وصل على محمد وآله صلاة تشفع لنا يوم القيامة ويوم الفاقة إليك، إنك على كل شيء قدير وهو عليك سائل يسير.